السلام عليكم طلبتي الأعزاء، سنكون في هذا الفيديو مع Lesson 4 من كتاب الطالب من الوحدة الثانية. نحن الآن في Page 20 Reading and Vocabulary. القراءة والمفردات. 1. In pairs, look at the photos on the right. What do you think all these creatures have in common? انظروا إلى الصور في اليمين. هذه الصور على اليمين. هذه الصور. What do you think? ما العامل المشترك بين جميع هذه المخلوقات؟ هذه المخلوقات هي The blob fish السمكة المنتفخة، The pangolin آكل النمل الحرشفي لأن لديه هنا حراشف، و The eye اسمه eye أيضا بالعربية. ما المشترك بين هذه المخلوقات جميعها؟ المشترك بينها هي أنها جميعا معرضة للانقراض. They are all endangered. 2. Read the article quickly and find two things the creatures have in common. اقرأ المقالة بسرعة وجد شيئين مشتركين بين المخلوقات. Creatures هي مخلوقات. Have in common مشترك. مشترك بينهم. ما الشيء المشترك بينهم؟ عنوان المقالة. They need saving too. هم يحتاجون للإنقاذ أيضا. الفقرة الأولى. A. It's no accident that the symbol of the World Wide Fund for Nature is a giant panda. It's no accident. ليس من قبيل الصدفة أن the symbol الرمز. رمز ماذا؟ World Wide أي عالمي. Fund صندوق للطبيعة. For Nature. إذن ليس مصادفة أن رمز الصندوق العالمي للطبيعة هو a giant عملاقة أو ضخمة. باندا. باندا عملاقة أو باندا ضخمة. These animals are cute or beautiful or both, and of course we all want to save them. هذه الحيوانات هي cute لطيفة. إذن هي لطيفة أو جميلة أو كلاهما. And of course, we all want to save them. وبالطبع نحن جميعا نريد أن ننقذهم. This popularity enables organizations such as the WWF to raise money to support a range of critically endangered species. هذه ال popularity الشعبية تمكن enables organizations منظمات مثل The WWF هي نفسها World Wide Fund الصندوق العالمي لريز لجمع المال لدعم support a range of مجموعة من critically بشكل حرج أو هنا بشكل شديد species الأنواع الendangered المعرضة للخطر. إذن هذه البوبولاريتي الشعبية، شعبية هذه الحيوانات الباندا تمكن المنظمات مثل منظمة World Wide Fund منظمة الصندوق العالمي للطبيعة لجمع المال لدعم مجموعة من الكائنات أو الأنواع المهددة بالانقراض بشكل كبير أو بشكل شديد. However, less well known or exciting creatures are far more likely to become extinct because they don't get enough attention from researchers. مع ذلك فإن حيوانات أقل شهرة well known مشهورة أو معروفة less well known أقل شهرة أو exciting أو ملفتة للانتباه creatures مخلوقات are far more likely to become من المحتمل أكثر أن تصبح extinct منقرضة because they don't لأنها لا تحصل على ما يكفي من الattention الاهتمام من researchers الباحثين. Invertebrates. Invertebrates اللافقاريات يشرحون لنا أنها هي animals without a backbone حيوانات بدون عمود فقري. Make up over 90% of all the creatures on earth. تشكل نحو 90% من جميع المخلوقات على الأرض.
but get only a tiny percentage of the money available to protect our wildlife. إذن المخلوقات اللافقارية تشكل أكثر من 90% من المخلوقات على الأرض، لكنها تحصل فقط على tiny صغير percentage نسبة صغيرة من المال المتوفر لحماية الحياة البرية. And what about those creatures that many people would find positively ugly؟ وماذا بخصوص تلك الكائنات التي العديد من الناس يجدونها قبيحة ugly قبيحة تماما؟ With its tiny eyes, big mouth and slimy pink body. بعيونها قلنا tiny صغيرة عيونها الصغيرة وفمها الكبير وجسمها الوردي السلايمي اللزج. The blobfish is far from attractive. Blobfish هي السمكة المنتفخة، هي بعيدة عن أن تكون جذابة. Attractive. This marine creature, marine بحري. هذا المخلوق البحري lives deep in the ocean, يعيش عميقا في المحيط. Where the pressure is very high, حيث pressure الضغط في أعماق المحيط مرتفع جدا. As a result, كنتيجة, it has tiny fins and no skeleton. نتيجة لوجودها في أعماق المحيط والضغط المرتفع فإن لديها fins زعانف صغيرة و no skeleton. Skeleton هيكل عظمي. Which keeps it from being crushed by the water pressure. والذي هذا الشيء عدم وجود هيكل عظمي وزعانفها الصغيرة يحميها من أن تسحق crushed بسبب ضغط الماء. Unfortunately لسوء الحظ. When fishing boats sweep the ocean floor. عندما قوارب الصيد sweep تكنس بمعنى تنظف تمسح قاع المحيط ocean floor قاع المحيط looking for other fish بحثا عن أسماك أخرى and crustaceans صدفيات أو قشريات crustaceans these fish can get swept into the nets accidentally هذه الأسماك يمكن أن swept تنجرف إلى the nets الشباك عن طريق الخطأ. The threat faced by the pangolin آكل النمل however is far from accidental. الخطر الذي يواجهه faced by تتم مواجهته بواسطة أو من قبل البانجولين آكل النمل however مع ذلك is far from accidental بعيد عن أن يكون صدفة أو بالخطأ لأن أسماك البلوبفيش يتم اصطيادها أو تعريضها للخطر بالصدفة عن طريق شباك الصيادين التي تصل لقاع المحيط لكن هذا الحيوان آكل النمل يتم تعريضه للخطر بشكل مقصود كيف ذلك؟ They are more often targeted by poachers. Poachers يشرحوها لنا هنا. Poacher someone who illegally catches animals. شخص يمسك الحيوانات بشكل غير قانوني. إذن هو صياد غير مرخص أو صياد غير قانوني. Targeted يتم استهدافهم. إذن هم أكثر غالبا هم أكثر استهدافا من قبل الصيادين غير الشرعيين أكثر من أي حيوان آخر في العالم. Unique among mammals. Unique نادر أو فريد. وسط among mammals الثدييات. It is covered in scales. إنه مغطى بالقشور. Like a reptile. مثل الزواحف. إذن هو يجمع بين الثدييات وبين الزواحف. They may not look very cuddly or cute. قد لا يبدون cuddly محبوب أو لطيف. هذا هو. But these scales are highly prized in traditional Chinese medicine. لكن هذه القشور أو الحراشف
highly prized. prized هنا يجب أن تكتب بحرف الزد وليس حرف الإس. تقدر بشكل كبير في الطب medicine. الصيني التقليدي traditional Chinese medicine, which has caused the population of pangolins in China to fall by around 90% since the 1960s. والذي تسبب لأعداد هذه البانجولينز آكلي النمل في الصين لتنخفض لحوالي 90% منذ ستينيات القرن العشرين. Their scales protect them from their natural predators. حراشفها أو قشورها تحميها من predators المفترسات الطبيعية التي يمكن أن تفترسها. But it's simple for a poacher to just pick them up. لكنه سهل بالنسبة للبوتشر، قلنا الصياد غير الشرعي، أن يلتقطهم أي يمسكهم. Other creatures become endangered precisely because people find them ugly. مخلوقات أخرى تصبح معرضة للخطر بالتحديد أو تحديدا لأن الناس يجدونها قبيحة. Take the eye for example. خذ على سبيل المثال حيوان eye. Found only on the island of Madagascar. Madagascar هي جزيرة مدغشقر. The eye is the world's largest nocturnal primate. Nocturnal primate الرئيسيات الليلية. الرئيسيات هو تصنيف من تصنيف الكائنات. Nocturnal ليلية لماذا؟ لأنه during the day they sleep in nests in the trees. أثناء النهار ينامون في nests أعشاش في الأشجار. Coming out to hunt at night. يخرجون للصيد في الليل. إذن لذلك هي رئيسيات ليلية. Nocturnal primate. They are solitary creatures. Solitary انفرادية. مخلوقات انفرادية. Furry. لديها فرو. الكثير من الفرو. And harmless. غير مؤذية. But unfortunately. ولكن لسوء الحظ. They are often killed. فإنهم غالباً ما يتم قتلهم. إذن بعد أن قرأنا المقالة كان لدينا سؤال في البداية، ما هو؟ Find two things the creatures have in common. جد شيئين مشتركين بين المخلوقات. الإجابة هي They are all endangered. الشيء المشترك الأول بين هذه المخلوقات أنها جميعها معرضة للانقراض. They are less known. هي معروفة بشكل أقل. Considered not exciting. لا تعتبر ملفتة أو مثيرة للاهتمام. Or not beautiful enough to get as much media coverage as other species. أو ليست جميلة كفاية لتحصل على تغطية coverage. تغطية إعلامية مثل الأنواع الأخرى. Page 21. Exercise 3. Read the article again. In which paragraph does the author? اقرأ المقالة ثانية. في أي فقرة الكاتب؟ 1. Tell us what kind of creatures get the least funding in terms of research and preservation. إذن في أي فقرة الكاتب يخبرنا عن أي نوع من المخلوقات يحصل على أقل تمويل أو دعم من ناحية الأبحاث والحفاظ عليه. لدينا الفقرة A وهنا ذكر less well known or exciting creatures are far more likely to become extinct because they don't get enough attention from researchers. إذن هذه الفقرة التي تحدث فيها الكاتب عن أن بعض الحيوانات لا تتلقى الدعم الكافي من الباحثين. ثم in which paragraph does the author tell us about a creature whose body is perceived as useful by some humans.
سيبد ينظر له على أنه آز، على أنه مفيد من قبل بعض البشر. أي حيوان هذا؟ أي مخلوق؟ لدينا الفقرة سي، حيث الحديث كان عن البانجولين، آكل النمل، وأن لديه سكيلز، حراشف أو قشور، ويتم تقديرها بشكل عال لها قيمة عالية في الترديشنال تشاينيز ميديسن، في الطب الصيني التقليدي. إذا في الفقرة سي. 3. In which paragraph does the author mention a belief that a particular creature might be a good or bad sign؟ في أي فقرة الكاتب يذكر اعتقاد أن مخلوقاً معيناً يمكن أن يكون إشارة جيدة أو سيئة؟ في الفقرة دي يتحدث الكاتب عن مخلوقات أخرى معرضة بالخطر بالتحديد، لأن الناس يجدونها قبيحة، إذا يكرهون شكلها، يتشائمون منها، يعتبرونها باد، لا يريدونها. من هذه الحيوانات الآي آي. إذا الفقرة دي. 4. في أي فقرة الكاتب explain how a creature's physical features protect it from an extreme environment؟ يوضح كيف أن الملامح الجسدية لمخلوق تحميه من البيئة الشديدة، أي الظروف الشديدة في البيئة أو الظروف القاسية. يتحدث الكاتب في الفقرة ب عن سمكة البلوب فيش، السمكة المنتفخة، وأن زعانفها صغيرة وليس لها سكيلتون، عمود فقري، وهذا يحميها من أن تسحق بواسطة ضغط الماء المرتفع في قاع المحيط. إذا الفقرة ب. 5. في أي فقرة in which paragraph the author explain why wildlife conservation institutions often choose certain animals to represent them؟ في أي فقرة كاتب يوضح لما مؤسسات الحفاظ على الحياة البرية wildlife الحياة البرية conservation الحفاظ institution مؤسسات، لماذا هذه المؤسسات غالبا تختار حيوانات معينة لتمثيلها؟ يتحدث الكاتب في الفقرة A عن حيوان الباندا، وأن شعبية هذه الحيوانات البوبولاريتي تمكن هذه المنظمات من raise money، من جمع الأموال القيام بأعمالها. إذا الفقرة A. 6. في أي فقرة الكاتب describe an animal that is very different from others in its class؟ يصف حيوانا مختلف عن الحيوانات الأخرى في التصنيف الخاص به. في الفقرة سي تحدث الكاتب عن البانجولين، آكل النمل الحرشفي، هو من الماملز الثدييات، لكنه مغطى بالسكيلز، بالقشور أو الحراشف، مثل الريبتايل، مثل الزواحف. إذن هو مختلف عن الثدييات التي هو مصنف من ضمنها. فالفقرة سي، والحديث كان عن البانجولين، آكل النمل. Exercise 4. Write the highlighted words from the article under the correct heading. اكتب الكلمات المميزة من المقالة تحت العنوان الصحيح. لدينا ثلاثة تصنيفات، إما animals حيوانات، أو parts of the body أجزاء من الجسد، أو adjective to describe a creature صفة لوصف مخلوق. الكلمات التي كانت مميزة بلون خلفها في النص هي التي تنتمي إلى تصنيف الحيوانات، هي invertebrates اللافقاريات، crustaceans القشريات، mammals الثدييات، reptile زواحف، primate رئيسيات. parts of the body أجزاء الجسد، لدينا كلمة backbone العمود الفقري، fins زعانف، skeleton هيكل عظمي، scales حراشف أو قشور. Adjectives to describe a creature الكلمات التي استخدمت كصفات لوصف مخلوق، slimy لزج،
مارين، بحري، كادلي، محبب، نكتورنال، ليلي، سوليتاري، فردي، فري، له فرو، عليه فرو. Exercise 5. Complete the collocations from the article with the correct words from the box. أكمل المتلازمات من المقالة مع الكلمات الصحيحة من الصندوق. Collocations قلنا متلازمات، كلمتين تأتيان غالبا سويا. لدينا critically بشكل حرج أو بشكل شديد. Extinct منقرض، natural طبيعي. 1. Animals that are classified as endangered are at risk of becoming ماذا؟ Becoming extinct. الحيوانات التي هي مصنفة كمعرضة للانقراض هي تحت خطر أن تصبح منقرضة. Becoming extinct. 2. Tigers. The largest living cats on earth. النمور. القطط الحية الأكبر على الأرض. Are at the top of their food chain. هي في أعلى سلسلة الغذاء الخاصة بهم، أي بأنواع القطط أو الكائنات التي تنتمي إليها. So they have no، لذا ليس لديها natural predators، ليس لها مفترسين طبيعيين، أي ليس لها أعداء ليلتهموها أو يفترسوها. The orangutan and black rhino. إنسان الغابة ووحيد القرن. Are فراغ endangered, which means they are facing a very high risk of extinction. إذن إنسان الغابة ووحيد القرن الأسود هما critically بشكل شديد معرضين للانقراض أو بشكل حرج، مما يعني أنهما يواجهان خطر الانقراض بشكل كبير. Exercise 6. Complete the short text below with words from exercises 4 and 5. أكمل النصوص القصيرة في الأسفل بكلمات من التمارين 4 و 5. هذه صورة The Blue Whale، الحوت الأزرق. The Blue Whale is critically فراغ. ماذا قرأنا في التمرين السابق؟ Critically endangered. Blue whales are فراغ animals. الحيتان الزرقاء هي حيوانات لها صفة معينة. Preferring to travel alone or in small groups. تفضل أن تسافر لوحدها أو في مجموعات صغيرة. إذن هي حيوانات solitary، انفرادية. They have few natural other than man. لديها عدة فراغ طبيعية غير الإنسان. ماذا لديها؟ Predators، مفترسات. إذن لديها مفترسات، عدة مفترسات طبيعية غير الإنسان. لدينا هنا حيوان ذا بيجمي تارسير، بيجمي قزم. إذن تارسير القزم. Until 2008 the tiny pygmy tarsier was assumed to be فراغ. إذن حتى العام 2008 فإن بيجمي تارسير التايني الصغير كان يعتبر أو يفترض أنه extinct منقرض. The animals look very cute and فراغ with what looks like a permanent smile. إذن هذه الحيوانات، حيوانات البيجمي تارسير، تبدو لطيفة جدا وفراغ مع تلك النظرات التي تبدو مثل ابتسامة دائمة. Cute and cuddly، محببة. بهذا التمرين أعزائي نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع درس جديد. السلام عليكم.